ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع التاسع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم الموضوعات والمحاور التي سنقوم بدراستها وشرحها خلال هذا الأسبوع. كما يظهر أمامكم، سننتقل إلى الفصل الثالث من هذه الوحدة، الأردن في عهد الدولة الأموية. حظي الأردن كما نعلم بأهمية كبيرة في العهد الأموي، خاصة مدينة عمان. كانت مركزاً مهماً للأمراء الأمويين الذين يقيمون في قصر القلعة، وكانت لهم قوات خاصة فيها للمحافظة على الأمن والاستقرار. لماذا اهتم الخلفاء الأمويين بالأردن؟ السبب الأول ولاء أهل الأردن للخلفاء الأمويين وتأييدهم لهم، خاصة بعد وفاة يزيد بن معاوية وانتقال الخلافة الأموية من فرع إلى فرع، فكان لأهل الأردن الدور الأكبر في تثبيت أركان الدولة الأموية. وقوع الأردن على الطريق التجاري، فهو كما نعلم حلقة الوصل بين بلاد الشام من جهة والحجاز ومصر من جهة أخرى. وقوع الأردن على طريق الحج الشامي، غنى أرض الأردن بالثروات الطبيعية والزراعية خصوصاً. هناك مظاهر لاهتمام الخلفاء الأمويين في الأردن: توزيع مناطق الأردن على أجناد الشام، ومنها جند الأردن، ومن مدنه وقراه فعل، جرش، بيت رأس، والسواد، والأقحوانة، وجدر. جند دمشق ومن مدنه أذرح، الجرباء، مؤتة، مؤاب، البلقاء، عمان، الشراء، معانح والحميمة، والقسطل، والموقر، والرقيم، وزغر. جند فلسطين ومن مدنه العقبة. كانت مدينة عمان مركزاً مهماً للمواصلات، كما اتخذها الأمويين داراً لسك النقود الإسلامية، وقد اتخذوا مدينة جرش أيضاً داراً لسك النقود في العهد الأموي. تميز الأردن بمكانة خاصة في عهد الخليفة الأموي يزيد بن أبي سفيان، لأنه ولد في البادية الأردنية، فكان يحن دائماً من لأرضها، لذا فقد كان يقضي معظم أوقاته في الأردن إلى جانب أمه التي غرست فيه عشق الصحراء والبداوة. اهتمام الخلفاء الوليد بن يزيد بمنطقة البلقاء، كان يطعم الحجاج لمدة 3 أيام ويأمر بتقديم الأعلاف لدوابهم في منطقة زيزيا الجيزة، مبايعة الخليفة سليمان بن عبد الملك وهو في البلقاء بالخلافة. القصور الأموية في البادية. اهتم خلفاء بني أمية ببناء القصور في البادية الأردنية، ومن الأسباب التي دفعتهم لبناء هذه القصور ما يأتي: السبب الأول تعليم أبنائهم اللغة العربية الخالصة في البادية التي تمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة التعبير، حنين الخلفاء الأمويين وشوقهم لحياة البادية والبداوة والفروسية. أيضاً غنى البادية الأردنية بأعداد كبيرة من الطيور والحيوانات، خاصة الأسود والنمور والنعام والغزلان، وهذا دفع الخلفاء الأمويين والأمراء لممارسة هواية الصيد. تثمين الروابط والعلاقات مع القبائل العربية الموجودة في البادية الأردنية. ومن أشهر القصور الأموية في الأردن قصيرة عمرة، وقصر المشتى، وقصر الأزرق، وقصر الحلابات، وقصر البرقع، وقصر الطوبة، وقصر الحرانة، وقصر الموقر، وقصر القسطل. عزيزي الطالب،
هذه هي المحاور التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع التاسع من هذا الفصل. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.